من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، إيه اللي يحصل؟ كل العيون تتجه إلى من؟ إلى ذاكم الداخل، يا ترى من الداخل ده؟ وبالفعل دخل رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علقنا عليه في يده الشمال. إذا استفدنا من ذلك إن اللحية دي من صفات من؟ أهل الجنة. يبقى الناس اللي مبشرين بالجنة وهم في الدنيا بيعملوا إيه؟ بيطلقوا لحاهم. وبعدين قد علقنا عليه في يده الشمال، وهذا يدل على أن المستقذرات وما كان في معناها إنما تباشر بالشمال. يعني لو واحد مثلا عاوز يتنخم، واحد عاوز ان هو يشتال حاجة فيها قذارة، الحاجات دي كلها يعملها بإيه؟ بإيده الشمال. يريد أن يقطع البولة تطهرا بالماء أو بالجمار، الكلام ده كله بإيده مين؟ الشمال. أمال يمين ليه بقى؟ لما هو مستلصق، لما هو مستلطف مشروع، سلام، لبس، أكل، شرب، إلى غير ذلك. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر ثلاث مرات، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان ذلك الداخل هو ذلك الرجل الأنصاري. العجيب أن هناك علماء يهتمون بتسمية المبهمات من الأسماء الواردة في الأخبار. هذا الرجل لا يعرف له اسم، مش عارفين اسمه ايه. المهم عبد الله بن عمرو بن العاص هيسيبه؟ عبد الله بن عمرو العاص بقى ده صوام وقوام، وكان آية في العباد. لما النبي بشر واحد ثلاث مرات من أهل الجنة، عبد الله بن عمرو يعمل فيه ايه بقى؟ ربنا يعينه، ربنا يبارك فيه، مكتوبه له يا عم اقبلنا، احنا لو كنا موجودين كنا نقول الكلام ده. ايوه يا سيدي بقى، حد قدك؟ مثل هذا الكلام غفر الله لنا جميعا. لكن هو لا، فهو راح لذلك الانصاري وقال له: اني لاحيت ابي، حصل خلاف بينه وبين ابويا، فاقسمت ألا أدخل على أبي ثلاث ليال. قلت له: والله ما ندخل الدار ثلاث أيام، فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي هذه الليال فعلت. أبات عندك ثلاث ليالي دول لغاية لما إيه؟ أبر بقسم. الرجل أنصار قال له: تعال. عبد الله بن عمرو بيقول: فلم أره يقوم من الليل شيئا. أنا بقى رايح يبات عنده علشان يشوف بقى الراجل بيصلي ازاي وبيعبد ربنا ازاي، لأن في هناك بعض المساكين لهم معايير في الصلاح. قوام بيختم القرآن مرة كل يوم، إن هو إن هو إن هو. وبعضهم لما يروح يشوف أخت صوامة قوامة. طب نعمل إيه بصوامة قوامة؟ الصوامة قوامة دي نفسها. ولذلك في حديث ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. طب هي صوامة قوامة وبتختم القرآن مرة كل يوم ولكنها جريئة على زوجها، طب إذا كانت هي على الجيران بتؤذيهم بلسانها، فقال هي في النار. الجيران دول لأووها ولا أكلوها ولا كسوها ولا شربوه ولا عالجوها، تجيران بس. طب لو كانت تؤذي زوجها بلسانها تروح فين بقى؟ يعني إذا كانت تؤذي جيرانها بلسانها في النار، طب تؤذي زوجها بلسانها، الله المستعان. نقط ولك أن تكمل هذه النقط. يبقى الصوامة القوامة كانت متوعدة بالنار لأن لسانها ليس باللسان السوي، لسانها ده مفلوت، الفاظها غير منضبطه. ما نقولش بقى معلش احسن هي كده زي المدب، اللي في قلبها بتقوله
ايه اللي في قلبها بتقوله دي؟ ايه اللي في قلبها بيقوله ده؟ تتؤذي جيرانها بلسانها. قال في النار. عبد الله بن عمرو بقى راصد الراجل، هيعمل ايه بقى بالنهار؟ منتظر بقى ان هو يقوم يتسحر عشان يصوم طول النهار، وبعدين يجي بالليل بقى ياخد بقى نبطشية القيام من بعد العشاء لغاية الايه؟ الفجر. فعبد الله بن عمرو بقى شوف بيعمل يعني بيعمل ايه؟ الراجل يجي بالليل يوم راح نعسان. عبد الله بن عمرو طب هيصحى دلوقتي، طب بعد ساعة، طب ينتظر لما الناس تنام، الناس الراجل يفضل نايم لغاية صلاة الفجر عادي جدا، ويوم يصلي الفجر. بس لو قام قلق إيه قبل الفجر، مش هشغل المروحة والتكييف بقى لغاية لما يبرر نفسه ويرجع تاني ينام، لا، بيذكر ربنا إلى صلاة الفجر، بيقول غير أني لم أره يقوم من الليل شيئا، لم يقم من الليل شيئا، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. إذا برضك المسألة، يبقى هذا الرجل إيه؟ من خيار الناس. ليه؟ لأنه لا يقول إلا خيرا. دي الحاجة اللي عاوزين نتدرب عليها، لا تقل إلا خيرا، ما تبقاش غلاط. الإنسان لو تعود أن يبقى غلاط هيفضل طول حياته غلاط. يعني سبحان الله، سيأتي الآن في ترجمة بعض الرواة، وهو جرير بن عبد الله البجلي، أنه كان سيدا في الجاهلية، ولما دخل الإسلام كان أيضا سيدا. تعرفين ليه؟ لأنه تدرب منذ الصغر على مكارم الأخلاق، تدرب منذ الصغر على مكارم الأخلاق. ولذلك شأن المؤدبين لا يؤدبون الناس على حفظ القرآن والمتون والحواشي، وإنما يؤدبون طلباتهم على ماذا؟ على الأدب. يؤدبون طلباتهم على الأدب. طب من الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوه مات وأمه ماتت، وبعدين جده كفله مات، عمه كفله، عنده عيال كتير، أمال مين اللي تولى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق، والخلق ده مش بسيط، وإنما على خلق عظيم.